الرئيس الكوري ينشر الرعب مرة أخرى. له قوانين غريبة لا يجرؤ أحد على مخالفتها. أبسط عقوبة سيعاقب عليها المذنب لدى كيم جونغ أون هي الإعدام بالرصاص، ومن أعدم بتلك الطريقة فقد نجا. هذا الرئيس الذي أصيب بجنون العظمة أعدم وزيره بمدفع وأعدم مدرسا لأنه تأخر بضع دقائق عن الدوام. ما الذي فعله مجددا؟ في السابق أعدم عمه، وها هو الآن يعدم أخاه. أي قلب يمتلك وأي قسوة تجعل الرجل يقتل أقاربه دون أن يرف له جفن؟ ولماذا يقتل كيم جونغ أخاه؟ كيم جونغ يعدم الأشخاص أيا كانوا كالعادة. يبدو أن الرئيس الكوري كيم جونغ أون لن يتوقف عن إتحافنا بطرق جديدة للإعدام، بل سيذهب أبعد من ذلك ويعدم أقرب الناس إليه. هكذا هو كيم جونغ، وهكذا تسري طريقته في الحكم ما بين قوانين غريبة حتى الحيوانات في الغابة لا تستسيغها، وما بين سلطة وسطوة وتحكم بكل أقوال وأفعال شعبه، بل أنه يسيطر حتى على العلاقات الزوجية. يا لغرابة هذا الإنسان، له جنون عظمة لم يسبقه بها أحد، فنجده يقتل ويصلب ويعدم لأتفه الأسباب. قبل أن يصبح كيم جونغ أون رئيساً لم يكن هو الوريث للعرش، وإنما كان أخوه غير الشقيق كيم جونغ نام هو الوريث. وقبل أيام من موته أعرب عن قلقه على حياته، لكن كيم جونغ أون أوصله لمخاوفه حقاً وقتله. لكن كيف كانت طريقة قتله؟ أتى كيم جونغ أون بامرأتين، واحدة إندونيسية والأخرى فيتنامية، وجعلهما يؤديان دوراً في برنامج مقالب تلفزيونية، وجعلهما تستخدمان غاز الأعصاب المخصص للاغتيالات. فذهبنا إلى الصين حيث يقيم كيم جونغ نام بعد نفيه. نفذت المرأتين المطلوب منهما بدقة، وكان باعتقادهن أنهن في مهمة لعملهن في المقالب التلفزيونية، لكن كيم جونغ أون جعلهن يقتلن أخاه بكل هدوء ولم يرسل جنديا واحدا. وليس غريبا عليه قتل أخيه، وقتل عمه من قبل. ما الذي جعل الكوري يقتل أخاه؟ في وقت سابق كان كيم جونغ نام هو ولي العهد والرئيس بعد أبيه، وكانت الصين تعد العدة ليصبح نام هو الرئيس المستقبلي لكوريا الشمالية. لكن كيف يصبح رئيسا وهناك شخص يدعى كيم جونغ أون وهو أخوه، لكن لا يحب أن يشاركه أحد في سلطته ولو كان من إخوته، ولو كان أحد أحق منه بالسلطة؟ فسيعدم بكل بساطة، وهو الذي لا زال يحدث حتى اللحظة. فكل من يقف أمام كيم جونغ أون سيموت، لكن بطريقة يختارها الرئيس. وكل من يخالف قوانينه وأعرافه سيعدم أيضا. وبين إعدام أقاربه وإعدام معارضيه، وبين طرق الإعدام ذاتها، يستمتع كيم جونغ أون باكتشاف طريقة جديدة لكل شخص سيعاقب ليعدم بها. فما هي الطريقة التي سيظهرها كيم جونغ في إعداماته الجديدة؟ دعونا نرى.